الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، ما زلنا في ظلال قصص الأنبياء، وحديثنا اليوم عن نوح عليه السلام. فهو أحبتي الكرام هو أول الرسل على وجه الأرض، وهو أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام، وتعتبر قصته من أشهر قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وقد ذكرت قصته أيضا في جميع المعتقدات والديانات. ويعتبر أيضا نوح عليه السلام من المعمرين في الأرض، بل إنه قد عاش أكثر من 1000 سنة، وعاش 950 سنة فقط في الدعوة. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وبالنسبة للأرض التي عاش فيها نوح وأحيا فيها حياته، هناك من يقول بأنه سكن بابل وأول من عمرها هو، وهناك من يقول يعني قول ثاني بأنه سكن ما بين بلاد الرافدين لأنه بعث فيها، وهناك قول ثالث ربما هو الأصح أنه عاش في الموصل من ناحية الكوفة. وقد رزقه الله تعالى بأربعة أبناء، هم سام وحام ويافت وكنعان. وكنعان هو هذا الأخير، هو الذي وقعت تلك القصة الغريبة العجيبة التي سردها القرآن الكريم، حيث رفض الركوب مع والده عندما صنع السفينة، وعندما يعني أمره الله عز وجل أن يجمع في هذه السفينة من كل زوجين اثنين. فكما هو معلوم أحبتي الكرام بأن نوح عليه السلام قد عانى الويلات مع قومه، حتى أنه قال الله عز وجل على لسان نبي الله تعالى نوح: وقال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا. بمعنى أن نوح عليه السلام يعني عانى الويلات، وكانوا يسبونه ويقذفونه من أجل أنه كان يأمرهم بعبادة الله تعالى وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، سأحاول إن شاء الله في الحلقة المقبلة أن نتحدث عن صنع السفينة وقصة نوح مع ابنه والحوار الرباني النبوي الذي جرى ما بين نوح وربه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم أحبتي الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. وإلى أن ألقاكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.